أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتكون مراجعة الحاسب الآلي أو المنهج بتاع الكمبيوتر بتاع التالتة إعدادي أو الشهادة الإعدادية. طبعا منهج الحاسب الآلي أو الكمبيوتر بيتاخد باللغة الإنجليزية وبيتاخد باللغة العربية، فالنهاردة عملت حلقة مختلطة ما بين الاتنين. هشتغل المنهج بتاعنا أو هعمل ريفيجن على المنهج بتاعنا باللغة العربية، وهعمل كمان باللغة الأجنبية. فريت الطلبة بتوعنا يتابعوا باللغة العربية وكمان يتابعوا باللغة الأجنبية. هحاول طبعا أعمل ترجمة ما بين الاتنين، وأحاول أعمل الأسئلة هتكون ميكس ما بين العربي وما بين الإنجليش. طبعا في ميزة للمدارس اللغات أساسا البيبرز بتاعتهم بتاعت الكمبيوتر بتتوزع لهم باللغة الأجنبية الانجليش، وكمان بتتوزع لهم باللغه العربيه. حتى كمان لو هم مش عارفين اي تكست معناه ايه، فبيفتح الشيت بتاعت اللغه العربيه وبيحاول يفهم معناها. فعلشان كده الحلقه النهارده هتكون مفيده للطلبه بتوع اللغات وكمان الطلبه بتوع المدارس العربي. المنهج بتاعنا النهارده هنقسمه جزئين. اول حاجه كده هعمل جزئيه صغيره جدا ريفيجن على بعض الايتيمز، الحاجات المهمه. تاني حاجه هشتغل اجزاء من الريفيجن هتكون عباره عن انجلش وكمان هتكون عباره عن عربي. يعني انا مجهزه لكم نماذج اسئله انجلش وكمان نماذج اسئله عربي. طبعا ده مش ترجمه ده، يعني في اسئله موجوده في الحاجات العربي وفي اسئله مختلفه موجوده في الانجلش، عشان يبقى احاول انه يكون ميكس ما بين الاثنين، ما يكونش طبعا ده ترجمه لده. تعالوا نبتدي كده موضوع الحلقه بتاعنا. يبقى احنا بنتكلم عن مراجعه الحاسب الالي للشهاده الاعداديه. نبتدي مع بعض كده على البروجيكتور ونبتدي كده نبص على بعض العناصر. اول حاجه عايزين نعرفها مراحل حل المشكله باستخدام الكمبيوتر. السؤال ده دايما بيجي لنا كتير جدا، فمحتاجين ان احنا نعرف بس ايه هي المراحل. طبعا انا بادئه باللغه العربيه وشويه هبتدي دلوقتي اقلب كمان بالانجلش. نمبر 1، اول حاجه لازم نحدد المشكله الاول. يبقى اول خطوه في حل المشكله لازم نعمل تحديد المشكله. رقم 2، بنعمل حاجه اسمها اعداد خطوات الحل، ونبتدي نستخدم حاجه اسمها الجوريزم. ان احنا نبتدي الخوارزميه، هي بتدي ان انا استخدمها ان انا ببتدي اعمل فلو شارت علشان اشوف عناصر الحل. رقم 3، تصميم البرنامج على الكمبيوتر. رقم 4، بعمل حاجه اسمها اختبار صحه البرنامج وتصحيح اخطائه. رقم 5، اخر حاجه بعمل حاجه اسمها توثيق البرنامج، ويتم فيها تسجيل وكتابه جميع الخطوات. يبقى مراحل حل المشكله بتعتبر 5 خطوات. في سؤال هنا دايما بيجي لنا مهم جدا، بيقول لي هل اعداد خطوات الحل الخوارزميه هي اساسا المرحله الاولى؟ لا، دي تعتبر المرحله الثانيه، عشان كده انا رجعت خطوات حل المشكله. رقم 2، نوتس كمان مهمه جدا، المشكله عباره عن ايه؟ المشكله او البروبلم هي عباره عن موقف يتطلب حله، يبقى المشكله دايما بتبقى موقف احنا عايزين نحله، او الحاجه الثانيه هو عباره عن هدف مطلوب الوصول اليه. يبقى المشكله هي عباره عن موقف انا بحاول ان انا احله، او ده عباره عن هدف انا محتاجه ان انا اوصل له، وعشان اوصل له بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها من خلال اتباع خطوات مرتبه. في خطوات مرتبه كده بفكر بيها عشان اقدر احل المشكله بتاعتي. طيب رقم 2، النوتس اللي بعديها، لغه الفيجوال بيزك دوت نت. فيجوال بيزك دوت نت تعتبر احدى لغات البرمجه ذات المستوى العالي، وهي سهله التعلم. خدوا بالكم هنا عباره عن ايه؟ هي احدى لغات البرمجه، يبقى مش هي الوحيده، هو بيقول ايه؟ احدى لغات البرمجه، عشان برضو بيجي لنا سؤال في القصه دي. استخدامات لغه الفيجوال بيزك دوت نت عشان حاجتين. نمبر 1، انتاج تطبيقات ويب. نمبر 2، انتاج تطبيقات مكتبيه نوافذ. يبقى احنا استخدامات لغه الفيجوال بيزك عشان حاجتين، بننتج تطبيقات للويب. نمبر 2، انتاج تطبيقات مكتبيه نوافذ. لغة الكمبيوتر هي لغة الآلة، وتتكون من 0 و1، 0 and 1، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها الكمبيوتر. بيجي لنا سؤال في القصة دي، بيقول لي هل لغة الكمبيوتر هي اللغة اللي بيفهمها الكمبيوتر اللي هي لغة الآلة؟ طبعا بقول له اوكي، ما بقولوش طبعا ولا هي العربي ولا بقول له هي الانجليش. يبقى لغة الكمبيوتر هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الكمبيوتر، هي لغة الكمبيوتر. النوتس اللي بعد كده بنتكلم عن حاجة اسمها المترجم. كومبلاير، كومبيلر، برنامج يقوم بترجمة الأوامر اللي هي لغة البرمجة أو لغة المستوى العالي إلى لغة الآلة. يعني إيه اللي بيترجم لنا؟ هو الكومبايلر هو اللي بيترجم أساسا الأوامر بتاعتنا إلى لغة الآلة. طيب شاشة الـ IDE، بيسألنا الترم IDE معناها إيه؟ دي معناها Integrated Development Environment،
يبقى الـ IDE stands for what؟ Integrated Development Environment، ودي معناها بيئة التطوير المتكاملة، هي دي تعتبر بيئة التطوير المتكاملة. طيب لماذا سميت شاشة الـ IDE بيئة التطوير المتكاملة؟ الإجابة بتاعتها لأنها بتوفر للمبرمج أدوات تمكنه من إنشاء تطبيقات. دايما السؤال بيجي لنا، أنا عشان كده براجع بس الجزئية دي، من إنشاء تطبيقات نمبر 1 ويندوز، نمبر 2 ويب، نمبر 3 موبايل. بيجي لنا هنا أكمل، فعشان كده أنا براجع البوينت دي، يبقى من إنشاء تطبيقات ويندوز أند ويب أند موبايل. تمام. والذي يمثلها ما يطلق عليه فيجوال ستوديو، ده بيتسمى طبعا فيجوال ستوديو. طيب ايه هي مكونات شاشة الـ IDE؟ الشاشة بتتكون من اربع عناصر، واحد نافذة النموذج اللي هو الفورم بتاعنا، نمبر 2 نافذة الخصائص اللي هي Properties Window، نمبر 3 نافذة الحل Solution Explorer، نمبر 4 صندوق الأدوات اللي هو التول باكس. يبقى الـ IDE بيتكون من اربع حاجات، نافذة النموذج اللي هو الفورم، اتنين نافذة الحل Solution Explorer، نمبر 3 نافذة الخصائص Properties Window، نمبر 4 صندوق الأدوات أو التول بوكس بتاعنا. طيب نرجع إيه كمان اللي هنرجعه، بنتكلم على حاجة اسمها الـ Virtual Studio، يعتبر بيئة تطوير متكاملة. يبقى الـ Virtual Studio يعتبر بيئة تطوير متكاملة. في بقى بوينت هنا وإحنا جايين بنتكلم عن الـ Properties بتاعتنا، لما يجي يقول لي حاجة اسمها خاصية الموقع اللي هو اللوكيشن وكمان السايز، لما بيجي يكتب two numbers 98 108، لما بيجي يكتب لنا two numbers دول بيجي يسألني مين فيهم الويث ومين فيهم الهايت، يعني مين فيهم العرض ومين فيهم الارتفاع. ال 98 دي تعتبر العرض بتاعنا، وال 108 ده يعتبر الارتفاع. اوكي، يبقى لما يجي لنا تو نمبرز بيسالني مين فيهم العرض ومين فيهم الارتفاع، دايما الرقم الاولاني هو العرض والرقم الثاني اللي هو الارتفاع. طيب طبعا بالاتجاه الانجليش بيتكلم عن الحجم، لما يجي يتكلم برضو عن الحجم الاداه مثلا هي القيمه الاتيه 121 و62، زي ما قلت لكم نرجع تاني، هنا بيتكلم عن العرض يعتبر 121 وهنا بيتكلم على 62، ده يعتبر الارتفاع بتاعنا. بوينت كمان بنقول حاجة اسمها هناك خصائص مشتركة بين الأدوات والنموذج، يعني في حاجات في خصائص مشتركة دايما بين الأدوات والنموذج، مثل خاصية التكست والنيم. في كمان هناك خصائص مشتركة بين الأدوات مثل خاصية التكست والنيم. في بقى هنا بيقول ايه، هناك خصائص لا يظهر أثرها على أدوات التحكم إلا بعد ضبط خصائص أخرى، يعني في خصائص ما بنشوفش الريزلت بتاعتها الا ما بنظبط حاجه محدده. زي ايه بالظبط؟ لما السؤال بيجي لنا مثل رايت تو ليفت، انا عايزه اخليها رايت تو ليفت لاي اوت، يبقى انا عشان ابدل دي على دي، دي بتبقى جوه نموذج الفورم بتاعنا، الخصائص دي مش هتيجي الا لو ظبطنا طبعا خاصيه عشان تتقل من اليمين للشمال او الشمال لليمين، ونكتب حاجه اسمها ترو. طيب هناك خصائص اذا تم ضبطها لنافذه النموذج تطبق تلقائيا على ادوات التحكم، يعني في اوتوماتيك بعض البروبرتيز او بعض الخصائص اول ما اوتوماتيك ان احنا نظبطها اوتوماتيك بتطبق على طول على ادوات التحكم. طيب زي ايه بالظبط؟ زي الفونت، زي لون الخط، اول ما اوتوماتيك بقول انا عايز اغير لون الفونت، عايز اغير اوتوماتيك الفور فور كالر، لون الخط اللي هو فور جراوند كالر. طيب فمثلا لو جعلنا لون الخط للنموذج احمر، سيكون هذا اللون ايضا هو لون الخط التلقائي للادوات التي يتم اضافتها على النموذج، اوتوماتيك هيتظبط على طول. في بقى هناك خصائص يظهر تاثيرها فورا مباشره في وضع التصميم، في بعض الخصائص اوتوماتيك بتطلع على طول مباشره على التصميم، وفي هناك خصائص لا يظهر تاثيرها الا في وضع التشغيل. يبقى خلينا بس نركز، يبقى احنا عندنا خصائص اوتوماتيك بتطلع على طول فورا اول ما بنحط التصميم بتاعنا، وفي خصائص ما بتظهرش تأثيرها الا في وضع التشغيل. ايه بقى الخصائص دي؟ وهم 9 خصائص، بيجي لنا اسئله في القصه دي. يبقى هناك خصائص لا يظهر تأثيرها الا في وضع التشغيل، زي الايتيمز، زي الباسورد كاركتر، زي الماكسيمم لينث، المالتي لاين، ويندو ستيت، سورتد، Selection Mode، Auto Complete Mode،
اوتو كومبليت سورس. يبقى خلينا نركز كده تاني، ايه هما التسعة؟ يبقى في خصائص ما بتظهرش الا في وضع التشغيل: الويندو ستيت، مالتي لاين، ماكسيمم لينث، باسورد كاركتر، ايتمز، سورتد، سيلكشن مود، اوتو كومبليت مود، اوتو كومبليت سورس. اوكي، سبعة، الخاصية النيم يظهر تأثيرها في وضع التصميم. يبقى ناخد بالنا النيم بتاعنا بيظهر التأثير بتاعها اوتوماتيك في وضع التصميم. باقي الخصائص يظهر تأثيرها في وضع التصميم والتشغيل، عشان نركز بس على النوت دي. بنتكلم على نافذة الكود، كود ويندو. دي تعتبر نافذة لكتابة أوامر البرنامج بلغة الفيجوال بيزك دوت نت. باينة كده من اسمها كود ويندو، الانجليش بتاعها كود ويندو، معناها هي نافذة لكتابة أوامر البرنامج اللي هي بكتب بيها الكوماندز بتاعتنا أو الكود بتاعنا. طرق فتح نافذة الكود، بيجي لنا سؤال في القصة دي بيقول لي برضو إزاي أفتح نافذة الكود. نمبر 1، أعمل كليك على F7. ناخد بالنا من الشورت كات دي F7، لأن السؤال دايما بيلخبطنا بيقول لي هي F1 F2 F4. لا، عشان أفتح نافذة الكود الكود ويندو بنعمل بريس على F7، أو بنروح إلى قائمة فيو وبختار كود، أو من نافذة الحل أضغط كليك يمين على ملف المشروع واختار من القائمة المختصرة فيو كود. خلي بالكوا دايما ان اي اوردر جوه الكمبيوتر دايما بنستخدم فيه ثلاث حالات. يا نمبر 1 بيبقى ليه حاجه اسمها شورت كات، الشورت كات هنا بتاعنا يعتبر اللي هو الاف 7. يا نمبر 2 بعمل عليه رايت كليك فبلاقي سب منيو فاختار منه حاجه اسمها فيو ذا كود، او رقم 3 بعمل حاجه اسمها من القايمه نفسها وبختار حاجه اسمها كود. يبقى دايما اي اوردر نفتحه جوه الكمبيوتر دايما بيكون ليه ثلاث خطوات وساعات بيكون اربعه. نمبر 1 بيكون ليه شورت كات، نمبر 2 بيكون رايت كليك وبختار الايتم اللي انا عايزاها، نمبر 3 بيكون موجود جوه القايمه بتاعتنا. يبقى احنا عشان نفتح الكود بتاعنا هو مش ليه طريقه واحده بس، هو ليه ثلاث طرق 1 2 3، وفي كمان الرابعه بنعمل دبل كليك اوكي النقر نقره مزدوجه دبل كليك على النموذج او الاداه التي على النموذج. يبقى بضغط على التول نفسها اوتوماتيك هيبتدي يعمل اوبن. اللي بعديه عايزين نتكلم عن الاشكال الرموز المستخدمه في رسم خرائط التدفق. يعني انا عشان اشتغل الفلو شارت ايه الايكونز اللي ببتدي ان انا ارسمها. نمبر 1، الايكون اللي شكلها اوفل، خلي بالكم ان دي اوفل مش سيركل، عشان بيجي لنا في الاكزام بيقول لي هل يعتبر السيركل من الجيومتريك شيبس، هل تعتبر الدايره من الادوات المستخدمه في الفلو شارت؟ لا، احنا بنستخدم الاوفل، يبقى الاوفل بتاعنا. امتى بستخدم الاوفل؟ ده يعتبر حاجة اسمها الرمز الطرفي او بنسميه تيرمينال. يبقى ده نمبر 1 حاجة اسمها تيرمينال. التيرمينال دوت بنستخدمه في البداية وبنستخدمه في النهاية. يعني لما نيجي نرسم الفلو شارت بتاعتنا اول حاجة عشان ترسمها ببتدي ان احط ده يعتبر النقطة اللي هبتدي منها، وهو نفسها النقطة اللي هنتهي عنها. عشان كده هو بيتسمى حاجة اسمها تيرمينال. تيرمينال بالظبط زي المطار بتاعنا التيرمينال، اما بوصل للتيرمينال الفلاني، عشان كده يعتبر التيرمينال هي نقطه البدايه وهو التيرمينال هو نقطه النهايه بتاعنا. والتيرمينال بتاعنا ده بنرسمه عن طريق ان هو يكون بيضاوي، بيكون عباره عن اوفل، ما بيكونش عباره عن دايره ولا سيركل نهائي. عندي بقى المتوازي الاضلاع بتاعنا. المتوازي الاضلاع بنستخدمه في الان بوت والاوتبوت، بنستخدمه في الادخال والاخراج. يبقى بعد ما بنبتدي نرسم التيرمينال ستيب نمبر 2 بنبتدي ان احنا نرسم المتوازي الاضلاع بتاعنا، ده بنستخدمه في الان وبنستخدمه في الاوت. طيب اما المستطيل، لما اجي ارسم شكل الريكتانجل المستطيل بستخدمه في المعالجه او العمليه، بتعتبر المعالجه المعادله بتاعتنا او البروسيس بتاعنا. بحط المعادله هنا، يبقى بحط الايكويشن اللي انا عايزاها جوه شكل ريكتانجل. طيب ايه كمان الاوبشنز اللي موجوده عندنا في الاشكال؟ المعين بتاعنا، الرامبس بتاعنا، الشكل بتاعنا الرامبس او يعتبر المعين اللي هو يعتبر ديسيجن. لما اجي اخد قرار معين او في شرط معين بحطه داخل الشكل ده، شكل الرامبس او بيتقال عليه حاجه اسمها ديسيجن. اول ما اخد قرار لازم يترسم في الشكل ده. اما الاسهم، خطوط اتجاه الفلو لاينز تربط بين الاشكال، الاسهم بتاعتي ممكن فوق ممكن تحت ممكن يمين ممكن شمال، هو دي شكل الاسهم بتاعتنا. كده احنا بدانا ان احنا نشوف
الفلو شارت شكلها ازاي. تعالوا ناخد كده سامبل. يبقى احنا اتفقنا نمبر 1 بنبتدي ان احنا نرسم التيرمينال بتاعنا وبكتب عليه حاجه اسمها ستارت. يبقى تبدا الخريطه بشكل طرفي اللي هو يعتبر البيضاوي ويضع به كلمه ستارت ومعناه ابدا هبتدي. نمبر 2 بكتب هنا ايه؟ اتفقنا ان احنا جوه المعين دوت بنحط الانبوت بتاعنا، كتبت بي سلاش سي سلاش دي. توضع المدخلات داخل متوازي الاضلاع ويكتب قبلها كلمه واحده من الكلمات الاتيه. يبقى احنا لما نيجي نحل الفلو شارت بتاعتنا يا اما بنكتب حاجه اسمها ادخل او هي انبوت، او بنكتب حاجه اسمها ريد اقرا، او بنكتب حاجه اسمها جت ادخل، او بنكتب حاجه اسمها انتر ادخل. هنا ايه اللي مكتوب؟ انبوت. يبقى شايفين انا كاتبه هنا انبوت. نمبر 3 كتبت هنا بي ايكوال بي بلس سي بلس دي. اتفقنا الايكويشن بتاعتنا او المعادله بنحطها فين؟ بنحطها داخل شكل الريكتانجل بالشكل ده. نمبر ستيب نمبر 4 بدوس على حاجه اسمها او بكتب حاجه اسمها برنت بي. توضع المخرجات داخل متوازي الاضلاع وتكتب ونكتب قبلها كلمه واحده من الكلمات الاتيه، يا اما بنكتب برنت اطبع، او بنكتب حاجه اسمها اوتبوت اخرج الداتا اللي احنا عايزينها. اخر حاجه عندي بعمل حاجه اسمها اند، ونفس القصه الاند لازم تكون في شكل بيضاوي او في شكل اوفل، ولازم اكتب طبعا كلمه اند يعني خلاص البروسيس بتاعتي خلصت. يبقى خلينا نقول في اسئله بيجي ان احنا نوصل او نرتب الترتيب. افتكروا دايما الستارت في شكل اوفل، الاند في شكل اوفل، لما بكتب الانبوت بتاعتي بتكون في شكل المعين بتاعنا او متوازي الاضلاع، لما بكتب الاوت بتاعنا برضو بيكون في شكل متوازي الاضلاع، هنا بيكون الانبوت، هنا بيكون برنت، في النص بنحط اللي هي المعادله بتاعتنا او الايكويشن بتاعتنا. وطبعا الارو دي ده اللي هو الستابس بتاعتنا، ستاب نمبر 1 2 3 بيعمل فولو، عشان كده هي اسمها فلو شارت. قبل ما ابتدي كده اللي بعديه طبعا ده هيكون انجلش، انا هبتدي الاول للمنهج باللغه العربيه وبعدين هبتدي ان انا اخش على الانجلش. تعالوا نبتدي نجاه نشوف الاسئله لطلبه الكمبيوتر باللغه العربيه. نمبر 1 اول حاجه نبتدي بيها، طبعا انا عامله بوكس على الاجابه علشان نحل. تعالوا بقى نبتدي ان احنا نحل. اول سؤال بيجي لنا ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعباره خطا، هي المفروض طبعا هنا خطا امام العباره الخطا لكل مما يلي. تعالوا كده نفكر. نمبر 1 تتميز لغه الفيجوال بيزك بانها كائنيه التوجه لانشاء تطبيقات نوافذ. انا مستنيه كده، نستنى شويه نجاوب كده. اوكي تعالوا نشوف كده الاجابه هتكون ايه دلوقتي. صح، لسه قايلين حالا تتميز لغه الفيجوال بيزك بانها كائنيه التوجه لانشاء تطبيقات نوافذ، يبقى الاجابه صح. 2 حفظ المشروع عشان نيجي نعمل سيف المشروع بتاعنا، عايزين نعمل سيف للبروجكت بتاعنا على الفيجوال بيزك، تختار امر سيف اول من قائمه فايل. خلينا دايما نقول كل اي سوفت وير احنا بنستخدمه علشان نعمل سيف دايما بستعمل حاجه اسمها سيف، ودايما سيف موجوده جوه قائمه فايل. ده حتى الحاجات الاساسيه خالص. يبقى احنا وانس ان احنا حبيت ان احنا نعمل سيف يبقى اوتوماتيك هنلاقيها جوه ملف فايل. تعالوا نشوف كده الاجابه بتاعتنا. اوكي يبقى احنا كده نقول فعلا انا لما باجي اعمل سيف بختار سيف اول بتبقى من قائمه فايل او ملف. نمبر 3 كتابه الخوارزم الوجريزم هو اخر خطوات حل المساله. نفكر كده في السؤال ده. لا احنا لسه كنا في المراجعه كنا بنقول لا دي ما تعتبرش اخر خطوات حل المساله، دي تعتبر ستيب نمبر 2، لا تعتبر الخطوة رقم 2، فالإجابة هنا هتكون خطأ لأنها تعتبر step number 2. طيب نبتدي ننزل تحت شوية كده نشوف السؤال اللي بعديه. بنبتدي نقول نافذة النموذج اللي هو الفورم كائن له خصائص وإجراءات وأحداث خاصة به. نفكر كده في السؤال. نافذة النموذج فورم كائن له خصائص وله إجراءات وله احداث خاصه به. تعالوا نشوف كده الاجابه. الاجابه هنلاقيها صح طبعا، كل نموذج فورم ليه اساسا البروبرتيز بتاعته، ليه الخصائص بتاعته وليه الاجراءات بتاعته وليه الاحداث بتاعته. طيب يرسم زر التحكم اللي هو البوتن البوتن من خلال صندوق الادوات.
انا لما احب ان انا ارسم الباطن بتاعي بيترسم من خلال صندوق الادوات، الاجابه هتكون معانا. اوكي تعالوا نبص كده. طبعا صح، يبقى انا لو حابه ان انا ابتدي ان انا ارسم الباطن بتاعي من خلال صندوق الادوات، هننزل سكرول تحت بس. اوكي رقم 6 كليك. لما بنيجي نضغط النقر كليك، لما بنيجي نعمل كليك على على اداه زر الامر باتن، ان انا اوتوماتيك لما انا اضغط على الباتن بتاعي ده بيعتبر وسيله. نفكر كده، لو انا عملت كليك على الباتن ده بيعتبر وسيله؟ لا طبعا، ده بيعتبر ايه؟ حدث بيحصل على الحاجه بتاعتي. فالاجابه هنا هتكون، تعالوا نبص كده، الاجابه هتكون خطأ لانه بيعتبر حدث. انا لما بعمل كليك على الباتن، على زر الامر الباتن بتاعي، بيعتبر لا مش وسيله، بتعتبر حدث. نمبر 7 اوكي. الكمبيوتر يفهم لغه واحده فقط وهي لغه الاله. طب نركز كده، الكمبيوتر بيفهم لغه واحده فقط وهي لغه الاله. نبص كده الاجابه، هنلاقي الاجابه دلوقتي هنقول فعلا الكمبيوتر بيفهم هي لغة واحدة بس وهي لغة الآلة اللي قلنا عليها هي 0 and 1. الكمبيوتر بتاعنا بيفهم 0 and 1. Number 8 تعتبر properties من أدوات صندوق الأدوات tool box. البروبرتي بتاعتي تعتبر من أدوات صندوق الأدوات التول box، يعني البروبرتي بتاعتي دي تعتبر من التول box بتاعي. تعالوا نشوف الإجابة كده نفكر. اوكي لا طبعا خطأ. طيب نمبر 9 نبتدي كده نبص على نمبر 9. رمز القرار والاختيار يدخل فيه خط اتجاه واحد ويخرج منه خطين. احنا قلنا الديسيجن اللي هو الرمز بتاعنا بيكون رمز القرار بتاعنا، والاختيار يدخل فيه خط واحد يعني جاي له خط واحد من فوق تمام وبيخرج منه خطان. اه طبعا، لان انا باخد قرار انا ممكن اقول يس اور نو، انا ممكن اقول اه او لا. فتعالوا نبص كده، يبقى الاجابه بتاعتي فعلا هتكون صح. يبقى انا عندي دايما القرار بتاعي بيخرج منه حاجتين، يس اور نو او بيخرج منه خطين، فعشان كده الاجابه صح. طيب الخاصيه ايتمز من خصائص ادوات التحكم كومبو بوكس اند ليست بوكس. الايتمز دي تعتبر في الليست بوكس والكومبو بوكس، يعني انا بلاقي ايتمز ان انا اقدر اختار ايتمز جوه الليست واختار ايتمز جوه الكومبو بوكس. ما هي الليست معناها ان انا عندي مالتيبل تشويس، انا عندي قرار، عندي حاجات كتيره جدا بختار منها. اوكي فبالتالي كده لو بصيت على الاجابه فعلا هلاقيها صح، لان انا عندي الليست بوكس دي عباره عن ليست بوكس بكتب كميه ايتمز كتيره جدا وانا بعمل سيلكت منها او بختار اللي انا عايزاه. يبقى الخاصيه ايتمز اوكي تعتبر من خصائص ادوات التحكم الكومبو بوكس وكمان الليست بوكس، حتى باين كده من اسمها ده ليست بوكس. ليست يعني لسته كتيره بختار منها او بعمل منها السلكت، وكمان جوه الكومبو بوكس. كده كان السؤال رقم 10. اوكي نبتدي بقى حاجه تانية خالص مختلفه، بنختار حاجه اسمها اكمل العبارات. انا عندي مجموعه من العبارات عايزين ان احنا نكملها. اداه التحكم نقط تتيح للمستخدم مجموعة من البدائل لاختيار منها أكثر من بديل. الأداة اللي بتخليني إن أنا أقدر أختار أكثر من بدائل. أوكي يبقى أنا عندي تتيح للمستخدم مجموعة من البدائل، يعني تديني options كتيرة جدا، تديني اختيارات كتيرة جدا لاختيار منها أكثر من بديل. يعني أنا ممكن إن أنا أختار أكثر من بديل. أسيبكم تفكروا كده شوية، ايه الاداه اللي تخليني مش اختار 1 and 2؟ لا ده انا عندي كميه بدائل كتيره جدا اقدر اختار اكتر من بديل. تعالوا نشوف اللي هي التشيك بوكس. لما بنيجي نملا اي ابلكيشن كده بنلاقي فيه تشيك بوكس، مثلا بيقول لك بتحب اللغه عربي ولا انجلش ولا فرنساوي. انا ممكن اقول انا عايزه انجلش اند فرنساوي، بختار عربي وانجلش، فانا بعمل تشيك بوكس. التشيك بوكس هي اللي بتخليك تقدر تختار اكتر من بديل. اما الريدي بوكس، الريدي بوكس لا بيعبر عن هي سيركل، هي عباره عن الدايره، بيقول لك ايه ذكر ولا انثى، ما انا ما عنديش حل تاني، انا اختار يا ذكر يا انثى. اما التشيك بوكس، التشيك بوكس بتاعتنا هي اللي بتقدر تخليني اختار اكتر من بديل. الخاصيه اللي بعديها اوكي الخاصيه اللي بعديها بنقول حاجه اسمها
الخاصية تحدد النص الظاهر على أداة التحكم. إيه الخاصية اللي بتحدد النص الظاهر على أداة التحكم؟ طبعا خاصية التكست، التكست هي اللي بتتحكم في النص. يبقى لما يجي لنا السؤال بيتكلم على النص، النص أتحكم فيه إزاي؟ عن طريق الخاصية اللي هي التكست. أوكي، الستيب اللي بعديها الستاب اللي بعديها اوكي نفكر في السؤال. يوضع عليه ادوات التحكم الاخرى ويعتبر واجهه البرنامج. ايه اللي بيعتبر واجهه البرنامج؟ اللي هو الفورم. يبقى الفورم بتاعنا يوضع عليه ادوات التحكم الاخرى ويعتبر واجهه البرنامج. نمبر فور، يستطيع الكمبيوتر التعامل مع حاجه بسهوله. يبقى نمبر فور، يستطيع الكمبيوتر التعامل مع نقط بسهوله. بيتعامل مع ايه؟ الكمبيوتر بيتعامل مع ايه؟ لسه قايلين الكمبيوتر بيتعامل مع لغة الآلة. يبقى الكمبيوتر بيتعامل مع لغة الآلة بسهولة. يبقى احنا الكمبيوتر بتاعنا بيتعامل مع لغة الآلة بسهولة. اللي بعديه، عبارة عن الفعل الذي يقع على الكائن ويستجيب له. ايه الحاجة اللي هي عبارة عن فعل، اللي هي تعتبر فعل بيقع على الكائن ويستجيب له؟ اوكي، ده عبارة عن ايه؟ اللي هو بيعتبر اللي هو الحدث. يبقى الحدث عبارة عن الفعل الذي يقع على الكائن ويستجيب له. 6، عند عمل مشروع جديد يتم إنشاؤه، يتم إنشاء نموذج جديد باسم. لما بنيجي نعمل مشروع جديد بيتم إنشاء نموذج جديد باسم إيه؟ بيتسمى باسم إيه؟ بيتسمى، أوكي، يبقى عند عمل مشروع جديد يتم إنشاء نموذج جديد بيتسمى فورم، بيتسمى فورم. تعتبر حاجة من الأدوات الهامة لتوثيق البرنامج. إيه الحاجة اللي تعتبر من الأدوات الهامة لتوثيق البرنامج؟ الحاجة المهمة لتوثيق البرنامج اللي هي الخرائط التدفق، اللي هي الفلو شارت. الفلو شارت من الأدوات الهامة لتوثيق البرنامج. 8، يحتوي على أسماء الملفات التي تحتوي عليها المشاريع وكذلك أسماء المشاريع. يحتوي إيه؟ على أسماء الملفات. ايه اللي بيحتوي على اسماء الملفات؟ نفكر كده، يحتوي نافذة الحل. يبقى نافذة الحل، يبقى يحتوي نافذة الحل على اسماء الملفات التي تحتوي عليها المشاريع وكذلك اسماء المشاريع. طيب، اول مراحل حل المشكلة، اول مراحل حل المشكلة اللي هي ايه؟ اول مراحل حل المشكلة هي تعتبر ايه؟ تحديد المشكلة. يبقى أول مرحلة عندي إن أنا أحدد المشكلة، دي تعتبر أول مرحلة. 10، يوفر حاجة بالتصميم وتشغيل تطبيقات الدوت نت. إيه الحاجة اللي هي تعتبر بالتصميم وتشغيل تطبيقات الدوت نت؟ يوفر إيه؟ لسه قايلين حالا في المراجعة، يوفر إطار العمل. يبقى يوفر إطار العمل بالتصميم وتشغيل تطبيقات الدوت نت. ده كان ان احنا نكمل، نبتدي على نمبر 3، نخش على اكتب المصطلحات العلمية، بعد كده هنخش على الانجليش ونرجع تاني للعربي. عايزين نكتب اكتب المصطلح العلمي. اداة التحكم التي تسمح للمستخدم بادخال بيانات. ايه الاداة اللي بتخليني تسمح لي ان انا ادخل البيانات؟ ايه هي الاداة؟ الاداة دي طبعا هي هتكون التكست بوكس. يبقى انا لما احب ادخل البيانات بتاعتي عن طريق التكست بوكس. تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم لتوضيح الخطوات اللازمة لحل المسألة. ايه هو التمثيل التخطيطي؟ اوكي، الاجابة طبعا اللي احنا عارفينها خريطة التدفق، او بنقول عليها الفلو شارت. باينة من اسمها، تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم لتوضيح الخطوات، بيعتمد على الرسم. 3، يوفر المكتبات التي يتم انشائها، التي يتم انشائها منها الكائنات نقط. يبقى ايه هو اللي يوفر المكتبات التي يتم انشائها منها الكائنات؟ ده يعتبر المصطلح العلمي بتاع ايه؟ المصطلح العلمي بتاع اطار العمل. اطار العمل هو يوفر المكتبات التي يتم انشائها منها الكائنات. 4، عبارة عن مجموعة من الاوامر تكتب حسب قواعد معينة. ايه عبارة عن مجموعة من الاوامر؟ بنسميها ايه؟ بنسميها لغة البرمجة. يبقى لغة البرمجة هي عبارة عن مجموعة من الأوامر.
تعني الوصول إلى الناتج المطلوب من خلال معطيات محددة. تعني الوصول إلى الناتج المطلوب من خلال معطيات محددة. ده يعتبر إيه؟ يعتبر حل المشكلة. يبقى حل المشكلة أنا ببقى عايزة أوصل إلى النتيجة من خلال بعض المعطيات الموجودة عندي. 6. خاصية التحكم في إظهار وإخفاء صندوق النافذة. إيه الخاصية دي؟ إيه الخاصية اللي بتخليني أنا أخفي؟ اللي هو كنترول بوكس. كنترول بوكس هي اللي تخليني التحكم في إن أنا أعمل إظهار أو إخفاء. من مكونات الـ IDE ويحتوي على خصائص الأدوات. إيه المكونات بتاعته؟ المكونات بتاعته تعتبر نافذة الخصائص. يبقى نافذة الخصائص تعتبر من مكونات الـ IDE. اللي بيقوم رقم 8 يقوم بتحويل أوامر البرنامج إلى لغة الآلة. اللي بيحول إلى لغة الآلة؟ اللي بيحول إلى لغة الآلة اللي هو المترجم بتاعنا أو الكومبلينر بتاعنا. 9. سلوك وأفعال الكائن عندما يقع عليه أحداث معينة بنسميه إيه؟ لما يقع عليه سلوك بنسميه الإجراء. بين كده حتى إيه؟ الإجراءات. الإجراءات اللي هي سلوك أو أفعال الكائن عندما يقع عليه أحداث معينة. 10. خاصية تحدد موقع الأداة على النموذج. إيه الخاصية اللي تحدد موقع الأداة على النموذج؟ ده بنسميها location. طالما قايل موقع تبقى location. نشوف number كده number 10. يبقى احنا واقفين عند number 10. نعمل هنا عايزين نبتدي نكتب. اكتب الكود اللازم لتنفيذ الآتي. هيجي لنا سؤال بالشكل دوت بيقول عايزين تغيير النص الموجود على وجه الأداة bottom 1 إلى كلمة Egypt. هنكتب إيه؟ يبقى في الحالة دي هنكتب إيه؟ هنروح كاتبين هنختاره bottom 1.text لأن أنا هغير. يبقى أنا هكتب bottom 1.text equal between brackets وروح كاتب Egypt وروح قافلة between brackets. يبقى أنا عشان أغير النص الموجود على وجه الأداة bottom 1 الكود بتاعنا هيكون إيه؟ هروح كاتب bottom 1.text equal Egypt. هنقف لحد هنا في الجزء العربي وهنبتدي ان احنا نشتغل الكمبيوتر للطلبة باللغات عشان نقسم بس الوقت بيننا. هنخش دلوقتي على الجزء الانجليش ولو في وقت هنرجع تاني لنماذج الاسئلة اللي موجودة بالجزء العربي. هنرجع دلوقتي للانجليش عشان بس الناس اللي بتتفرج علينا خلينا شوية للقسم الانجليش عندنا. نمبر 1 السؤال بقى بالانجليش Rearrange the following steps for the problem solving. احنا دلوقتي رتب دلوقتي ترتيب ال problem solving. Number 1 بيقول لي design the program on computer. Number 2 program documentation. Number 3 test the program and correct errors. Number 4 define the problem. Number 5 prepare the algorithm solving steps. ايه الخطوات بتاعتنا؟ نفكر كده. يبقى دلوقتي الخطوات دي هي خطوات حل المشكلة اللي هي problem solving. بس ايه اللي معمول؟ احنا ملخبطين الترتيب بتاعها علشان نسألك. طبعا number 1 define the problem. لازم الاول number 1 نشوف المشكلة. number 2 لازم ان احنا نحضر prepare the algorithmic solving steps. number 3 لازم نعمل design the program on computer. بعد كده number 4 نعمل حاجة اسمها test the program. number 5 بنعمل program documentation. يبقى دي الستابس بتاعت solving the problem. تعال نبتدي نقول put right or not, put check yes or no. عايزين دلوقتي حط العلامة صح أو خطأ. احنا عايزين نجاوب على الأسئلة دي بcorrect answer or yes or no. Number 1 visual basic language feature is not object oriented programming. نفكر كده. visual basic language feature is not object oriented programming. طبعا الإجابة هنا أساسا هتكون خطأ لأن إيه؟ أنا هترجم بالعربي عشان الناس العربي. هي تعتبر إيه؟ الـ Visual Basic تعتبر كائنية التوجه Object Oriented لأن برنامجها تعمل من خلال كائنات في ذاكرة الكمبيوتر. والكائنات في البرنامج هي الأدوات والنموذج والبرنامج يعتمد عليهم. Number 2 Visual Basic Language is used to create web application or window programming. نفكر كده. هي معمول عشان نعمل create web applications
اور ويندو بروجرامينج فعلا الفيجوال بيزك علشان انتاج تطبيقات مكتبيه اوكي وكمان انتاج تطبيقات ويب. يبقى الاجابه صح. نمبر 3 using the programming language is written order and instructions in the English language that the computer can handle easy. نفكر كده مكتوب ايه in the English language that the computer can handle easy. نفكر كده طبعا الاجابه هتكون no لان اساسا زي ما قلت لكم هو مش بيفهم الانجليش لانجوج احنا بنتكلم the machine language اللي هي لغه الاله. Number 4 the example of windows application not notepad program the example of window application notepad program. طبعا الاجابه هنا هتكون فعلا الاكزامبل بتاعنا هيكون اللي هو yes. Clicking on one of the button so called call property. Clicking on one of the button so called property. نفكر كده لما احنا نعمل كليك على البوتن property طبعا الاجابه خطا. الاوبجكت نمبر 6 object is the blueprint from which the individual class is created. الاوبجكت يعتبر البلوبرنت from which the individual class is created. نفكر كده الاوبجكت طبعا الاجابه كراس غلط. اوكي object has properties methods and events. نفكر كده object has properties methods and events طبعا yes الاوبجكت بيكون properties and methods and events. Number 8 class contains the object definition. Class contains the object definition. نفكر كده في السؤال class contains the object definition. اوكي هنلاقي الاجابه فعلا yes. اوكي preparation of solution steps algorithm is the first stage of solving problem. طبعا قلنا غلط لان هو يعتبر ايه the second stage it's not the first stage. Number 10 the natural direction of the process and data in flow chart are from left to right and top to bottom. احنا عندنا ال direction from left to right and top to bottom. نفكر كده and top to bottom طبعا yes correct. You can easily use any geometric shapes when drawing flow chart. طبعا الإجابة no ما ينفعش ان احنا نختار اي شكل احنا عندنا اشكال محددة فقط هي اللي احنا بنبتدي ان احنا نستخدمها. اخر واحده اوكي فيجوال بيزك دوت نت ديبندز اون ذا اوبجكتس. فيجوال بيزك ديبندز اون ذا اوبجكتس طبعا الاجابه هتكون يس. اوكي كده الجزئيه دي تعالوا نعمل هنا كومبليت ذا فولوينج سنتنس. عندنا هنا اربع كلمات فلو لاين تيرمينال ديسيجن بروجرام دوكيومنتيشن واحنا عايزين نملى النقط اللي عندنا. Number 1 sample is used in the start and end of the flow chart. ايه الايكون اللي احنا بنستخدمها علشان the start and the end. طبعا اتفقنا زي ما بروح المطار اسمه terminal يبقى احنا بنستخدم terminal. Sample is used in the start and the end of the flow chart. Number 2 the last step in the problem solving is اخر مرحله في problem solving بتبقى program documentation توثيق البرنامج بتاعنا. يبقى اخر خطوه في حل المشكله اسمها program documentation او توثيق البرنامج. اوكي حاجه sample is used to connect the samples of the short. ايه اللي بيعمل connection what the sample is used to connect the samples of the short دي هتعتبر ايه اللي هو الflow line. الflow line هو sample is used to connect the sample of the short. Number 4 حاجة sample is used to represent a question with yes or no. Yes or no بيعتبر ال decision. Decision sample هو اللي بيكون yes or no. طبعا تعالوا نحنا نشيل عشان الوقت. يبقى number one الشكل اللي عندنا ده بيتقال عليه terminal sample. الشكل اللي عندنا ده بيتقال عليه input and output sample. اللي بعد دي البوليجون ده بيتقال عليه decision sample. اخر واحد السكوير بتاعنا ده بيكون process sample اللي بحط فيه الاكويشن بتاعتنا دي شكل السامبلز او geometric shapes اللي احنا بنستخدمها. اوكي حاجة احنا عايزين بقى هنا complete عايزين complete حاجة control is used to input data to program اوكي in the start stage
ايه الحاجه الكنترول، حاجه كنترول is used to input data to program the start stage in the start stage. طبعا التاكست بوكس، يبقى التاكست بوكس كنترول is used to input data، يبقى the text box control is used to input data. Okay. Number 6, to input data in the last box use which property? Okay. احنا number 6, to input data in the last box used which property؟ احنا عايزين بيتقال عليها items، يبقى في last box it's items property. Number 7, when auto size property take the value نقط، the control size will fit its content. يبقى أنا عندي when auto size property takes the value، إيه ال value؟ the control size will fit its content. طبعا هتكون true، يبقى the value true، the control size will fit its content. حاجة property is used along with the text box when creating a password. لما عايزين نحط password يبقى هتكون ايه؟ باينة من اسمها، يبقى automatic it's a password character. يبقى انا لو حبيت ان انا استخدم الباسورد it's a password character. Number 9, which property is used to adjust the number of the written characters in the text box؟ ايه البروبرتي اللي بتتحكم adjust number of written character؟ adjust number of written character تبقى max length، باينة اسمها max length، يبقى max length دي adjust the number of written characters. Number 10, نقط is an aim or output which is needed to be achieved through applying a set of steps in a certain order. نقط is an aim or output which is needed to be achieved through applying a set of steps in a certain order. طبعا احنا عارفين اللي هي problem solving. Problem solving. Okay. You can write number 11. You can write on the bottom using the property. احنا لو حابين ان احنا نكتب يبقى بنستخدم any property text. طالما جاب كلمة write يبقى بنستخدم the property text. You can number 12. You can show or hide the bottom by using the property. عشان نعمل hide and show which property، نفكر كده، يبقى احنا عشان نعمل hide and show which property هتبقى visible، the visible to hide and show. Number 13, you can use property which property to change the background color mode. طالما جاب كلمة the background color mode هتبقى automatic back color. Number 14, the feature is used not to know the response tool for the user program and whether or not the tool does not respond to the program. أنهي أداة ليها response to the program وأنهي أداة is not responsible to the program. Enable يبقى معناها response tool for the user program، أما التانية اللي هتكون value false، the tool does not respond to the program. النقط right side of the equation contains the value which need to store. مين بقى هتكون ان اهو in data. Okay. The right side of the equation contains the value which need to store. دايما ال value بتاعنا بتكون ناحية ال right side. Okay. Number 16. نقط facilities covering the steps of a problem solving in a program through one of the programming language. Which one هتكون الفلو شارت؟ The flow chart facilities covering the steps of a program of a problem solving in a program through one of the programming language. Number 17, you can write on the bottom using the. You can write on the bottom using طبعا لو حابين write طبعا the property text. Number 18, نقط is used to input data to program in a start stage. مين فيهم؟ text box control. يبقى text box control is used to input data to program in a start stage. هنحاول ان احنا نسيب نجرب نوع تاني وتعالوا ان احنا نختار choose the correct answer. Number 1, object oriented programming language depend on
نمبر 1 using window application ولا using web application ولا objects in computer memory. يبقى object oriented programming language depends on, فكروا كده, هتبقى depends on, okay, هتبقى depends on objects, okay, in computer memory. Number C. Choose the correct answer. Character which describe the object such as size, color are called. بيتقال عليها ايه؟ احنا عايزين ال character which describe the object size, color are called. طبعا هنلاقيها number A اللي هي ال properties. احنا من الصبح عمالين نقول ايه؟ properties the text, property the size. Choose the correct answer. Visual Basic Net is a number 1 programming language ولا number B IDE ولا number C Windows application. Visual Basic Net is a okay programming language. يبقى Visual Basic Net is a programming language. Okay. NOOP is a collection of orders and instructions are written according to certain rules. NOOP is a collection of orders and instructions are written according to certain rules. مين فيهم؟ Okay. Programming language ولا IDE ولا window applications. Okay. نفكر كده. طبعا الإجابة هتكون programming language. Compiler is used to convert NOOP language understand by the computer. Compiler اللي هو المترجم. Okay, the compiler is used to convert. بيترجم ايه؟ The compiler is to convert instructions. طبعا الإجابة بتاعتنا هتكون بيترجم instructions language understand by the computer. Okay. Number 4, graphic user interface means the graphic user interface بين من أول حاجة. Number 1, system class library ولا GUI بينما اسمها Graphic User Interface. It's GUI. يبقى الإجابة الصح هتكون The Graphic User Interface mean GUI. Number 5. The computer understand one language is. الكمبيوتر بيفهم لغة واحدة بس. English language ولا number 2. The machine language ولا number 3. Latin language. طبعا الكمبيوتر بيفهم لغة الماشين. The machine language. Number 6. The Hagel list shows the name of the control place upon the form. The Hagel list shows the name of the control place upon the form. The class name, the method name, the properties window. نفكر كده. The mean طبعا هيكون the class name. The class name show the name of the control. Number 7. To determine the shape, the size of the font showing on the tools, we use the property. يبقى احنا عايزين shape will size. طالما ال shape will size يبقى احنا اكيد هنكليك على the shape, the size of the font. يبقى هنكليك على the font. Okay. Number 8. On drawing the flow chart, we use number 1. All geometric samples. ولا number 2. Standard shapes and line. ولا number 3 one geometric shape. لا طبعا احنا دايما بنستخدم standard shapes and line. احنا بنستخدم حاجات محددة. اوكي. هنحاول ان احنا نجري شوية عشان ناخد samples تانية على قد ما نقدر ناخد شوية samples. تعال نقول give one word. دلوقتي احنا عايزين نقول حاجة تانية, عايزين نقول give one word. عايزين دلوقتي نحط كلمة واحدة تعريف عن الجملة اللي احنا هنقراها. Number 1 a group of instructions. Order in a center manner and when they are executed we reach a certain target. ايه هو a group of instruction ordered in a center manner. ايه احنا ممكن نكتب ايه التعريف ده بتاع ايه التعريف ده بتاع algorithm. يبقى algorithm a group of instruction ordered in a center manner. طيب number 2 give one word. Specify the required output and available input processing the equation. Okay, يبقى احنا الإجابة هنا هتكون define the problem. يبقى define the problem هي specify the required output and available input processing the equation.
يبقى احنا الى حد ما النهارده عملنا بعض المراجعه على منهج الحاسب الالي، وطبعا في كميه حاجات كتيره جدا سلايدز انا محضراها، هرفع لكم كل الحاجات دي على الفيسبوك بتاعكم، هرفع لكم بي دي اف بالاجابات بتاعتكم، فممكن ان انتوا تلحقوا تراجعوها قبل الامتحان بتاعكم. يبقى احنا هنخش على مدرسه على الهواء اللي موجوده على الفيسبوك، هنرفع كل الشيتس دي كلها بالاجابات والاسئله، وكمان فيها الايكويشنز بتاعت الفلو شارت هنرفعها بي دي اف بالاجابات. يبقى احنا خلصنا في حلقه النهارده جزء من الانجليش وجزء من العربي في مراجعة المنهج الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية، وشكراً.